مرحبا بكم في هذه السلسلة اللي غادي نلخصوا فيها الدروس ديال الاجتماعيات مستوى أولى باك. فالجهوي على الأبواب، دونك في هذه السلسلة غادي ناخدو أكبر قدر ممكن من المعلومات في واحد الوقت قصير ووجيز. هذه السلسلة هذه غتكون عبارة على قصص اللي غتفهم فيها الدروس بواحد الشكل واضح. في هذه السلسلة غنحاول أنني نخليك تستوعب جميع الدروس ديال الاجتماعيات من الاول ديال العام حتى الاخر. وفي هذه السلسله هذه غادي تحفظ بلا ما تحس انك حفظتي، وكون متاكد انك غتجيب نقطه زوينه في الجهاوي. فعلى بركه الله نبداو الدرس ديالنا الاول اللي هو التحولات اللي عرفها العالم في القرن 19. غنعرفوا اهم هذه التحولات وغنعرفوا الانعكاسات ديالها في العالم. فالعالم من بعد الثورة الصناعية عرف واحد بزاف ديال التحولات. كانت تحولات اقتصادية، أي أنها أثرت على الاقتصاد العالمي، وتحولات اجتماعية وتحولات فكرية. نبدأ بالتحولات الاقتصادية. التحولات الاقتصادية انعكست على واحد ثلاثة المجالات مهمين: المجال الفلاحي والمجال الصناعي والمجال المالي. ففي المجال الفلاحي العالم ولا كيعتمد على الآلات الفلاحية بواحد الشكل كبير، ولا كيعتمد عليها في جميع مراحل الإنتاج. يعني اليد العاملة باي باي، والأسمدة والمبيدات الكيماوية ولات كتستعمل بواحد الشكل كبير. إضافة إلى ذلك فالعالم ولا كيعتمد على واحد النظام آخر في الفلاحة. فقبل كان واحد النظام سميتو نظام إراحة الأرض، ولين عوضوه بنظام الدورة الزراعية. نظام إراحة الأرض كيعتمد على محصول واحد في العام كامل، يعني أنهم إلا زرعوا القمح كيحصلوا على القمح فقط. أما النظام ديال الدورة الزراعية فكيعتمد على عدة محاصيل، يعني في العام كامل في الفصول بربعة، يعني أنهم ممكن يزرعوا القمح ويحصلوا عليه في الربيع، ويزرعوا عاوتاني الفول مثلا ويحصلوا عليه في مثلا في الفترة ديال الخريف مثلا. فهاد التحولات هذه كاملة خلات تضاعف الإنتاجية يتحسن بزاف، والمردودية حتى هي تحسنت بواحد الشكل كبير. وهذا غينعكس تماما على المجاعة. فبما أنه كاين المردودية فالقضاء على المجاعة كان واحد الشيء اللي سهل، وارتفعت النسبة ديال السكان الحضرية حيتاش الناس ولات الهجرة القروية بواحد الشكل كبير. الناس كيحاولوا ما أمكن يمشيوا للمدينة. فهذه كانت هي الانعكاسات ديال التحولات الاقتصادية في المجال الفلاحي. دابا غندوزو للمجال الصناعي. في المجال الصناعي أيضا ولاو كيعتمدوا على الآلة بشكل كبير، يعني أن الإنسان باي باي، ما بقاش عنده ذاك التطور الكبير. يعني الآلة ولات كتخدم بلاصة الإنسان، وحتى هذه القضية كانت في جميع مراحل الإنتاج. وهكا الحجم ديال الإنتاج ولا كيكبر وكيتطور. إضافة إلى ذلك أن تطورات قيمة الصادرات الصناعية، فالدولة ولات كتصنع بزاف، يعني أنها كتصدر بزاف، وهذا الشيء طبعا غيساهم في ارتفاع الناتج الوطني الخام. الناتج الوطني الخام هو القيمة السوقية في السنة، يعني الثروة اللي كتنتج هذيك الدولة في السنة، سواء في الصناعة أو الفلاحة أو التجارة والخدمات. هذا الشيء كله كيتحسب وكيعطينا بما يسمى الناتج الوطني الخام. المجال الأخير اللي بانت فيه الانعكاسات ديال التحولات الاقتصادية كان هو المجال المالي. في هذا المجال النظام الرأسمالي داز من ثلاثة ديال المراحل. فراه انتقل من الرأسمالية التجارية اللي كانت كتعامل بالتجارة، للرأسمالية الصناعية المنسوبة للصناعة، وهو يولي تتعامل بالرأسمالية المالية يعني العملة. فاللي خلى المجال المالي يتحول بهذا الشكل من البيكالا للطيارة هو الانعكاسات ديال هاد التحولات الاقتصادية. سالينا دابا من التحولات الاقتصادية غندوزو للتحولات الاجتماعية. فالتحولات الاجتماعية اللي عرفها العالم في القرن 19 كانت عدة تحولات: تحولات ديموغرافية، تحولات حضارية، وتحولات طبقية. التحولات الديموغرافية كانت هي أن الدولة الرأسمالية كان عندها واحد الانفجار ديموغرافي، كان بنادم كتير، نسبة توالد كبيرة،
كان الإنسان ما لقي ما يدير تيمشي يولد، ونسبة الوفيات كانت قليلة بطبيعة الحال. علاش؟ حيتاش كان واحد التقدم الطبي هائل، ومستوى العيش تحسن بواحد الشكل مزيان، وكما قلنا التحولات انعكست بواحد الشكل كبير في القضاء على المجاعة. يعني أن المجاعة ما بقاتش واحد المشكل كبير في أوروبا ولا في العالم كامل، وهذا هو اللي ساهم في التضاعف ديال عدد السكان. فمادام ما كايناش المجاعة الإنسان ما غيموتش بالجوع، وما كاينش الأمراض، يعني الطب ولا كيتعامل وكيتكيف مع أي مرض ظهر، دونك الإنسان نقدروا نقولوا أنه كياكل القوت ويتسنى الموت في ديك الوقيته. دونك تضاعف عدد السكان كان شي حاجة نورمال. فهذه كانت هي التحولات الديموغرافية في كافة الدول الرأسمالية. من بين التحولات الاجتماعية اللي عرفها العالم في القرن 19 كانت التحولات الحضارية، يعني أن الساكنة القروية صافي ما بقاش لها داك الحب للبادية والقرية، صافي كل شي باغي يهجر للمدينة. فالناس كانت كتشوف إلا مشات للمدينة غيلقاو واحد المستوى أفضل للعيش، وغيلقاو واحد الفرص اللي واجدة للخدمة، دونك نسبة التمدين كانت بواحد الوتيرة سريعة. والعكس كذلك صحيح، فنسبة الساكنة القروية تراجعت بواحد الشكل كبير. فملي ولات الهجرة القروية بواحد الكثافة وواحد الوتيرة اللي مجهدة بزاف، إضافة إلى النمو الديموغرافي، كان بنادم ملاقي ما يدار كيمشي يولد، فبانت واحد المدن اللي مليونية، يعني كتوصل لمليون، المدينة فيها جوج المليون، مليون شخص. يعني بانت النتائج ديال هاد النمو الديموغرافي وهاد الهجرة القروية. في القرن 19 بانت واحد التحولات طبقية، يعني الطبقة البرجوازية اللي عندها النفوذ ووسائل الإنتاج ووسائل الإعلام والمصانع تطورات بواحد الشكل كبير، وكذلك العكس صحيح، الطبقة العمالية البروليتاريا اللي كانت كتعاني من الاستغلال تأزمات الوضعية ديالها وتأزمات كذلك المكانة ديالها في المجتمع. أنفهموا دابا التحولات الفكرية اللي عرفها العالم في القرن 19. فالتحولات الفكرية كانت عبارة على مذاهب، يعني واحد المذاهب اشتراكية صوبوها شي ناس وداروها، هي اللي شكلت التحولات الفكرية. فبانت ربعة ديال المذاهب اللي عرفها العالم في القرن 19. كاينه الاشتراكية الطوباوية، والاشتراكية الفوضوية، الاشتراكية العلمية، والاشتراكية الليبرالية الكلاسيكية. ما غدوخوش، ما تخافوش، انا غنشرح هذا الشيء بالتفصيل. الاشتراكية الطوباوية كان من اشهر الرواد ديالها هو روبرت اوين. هاد روبرت اوين هذا كان واحد السيد اللي ضريف بزاف، وكان كيطالب بانهم يعتمدوا على واحد النظام يكون تعاوني باش يساليو من الاستغلال الرأسمالي للعمال. فالرأسماليين كانوا كيستغلوا العمال بواحد الشكل كبير، والعمال كانوا كيقاسيو في القرن 19. فروبرت اوين هو اللي كان من اشهر الرواد ديال هذه الاشتراكيه الطوباويه اللي كانت كتعتمد على الطيبه والطيبوبه، داكشي علاش طالبهم باش انهم يعتمدوا على واحد النظام تعاوني. فالمذهب الثاني هو الاشتراكيه الفوضويه. علاش تسمات بالاشتراكيه الفوضويه؟ الاشتراكية الفوضوية كان من أهم الرواد ديولها هو جوزيف برودون. هاد السيد هذا طالب بالعمال أنهم يحيدوا الدولة، يعني أنهم يحيدوا الحكومة ويخليوا الدولة تطيح، يطيحوا الدولة بلا ما يدير شي حلول لعملية اللي تخلي الدولة أنها تنظم وأنها تضمن السلم والسلام. فهاد الاشتراكية هذه ما كان عندها لاساس لا راس. فجوزيف برودون بغى يخلي الدوله بحال الدجاجه اللي مقطوع لها الراس، يعني انهم يطيحوا الدوله ولكن بدون حلول، بدون اي براتيك. فراهاد جوزيف برودون كان كيطالب فقط ان العمال يطيحوا الدوله لا غير، وداك الشيء علاش تسمات بالاشتراكيه الفوضويه، يعني اشتراكيه ما عندها لاساس لا راس. من مور ان الدوله تطيح غتعم الفوضى،
المذهب الثالث هو الاشتراكية العلمية. علاش تسمت بالاشتراكية العلمية؟ حيتاش تنشأت على أسس علمية، واللي كان من الرواد ديولها الفيلسوف الشهير مؤسس علم الاقتصاد كارل ماركس، وما نساوش أن الصديق ديالو اللي عاونه فريدريك إنجلز الفيلسوف المشهور جدا. هاد الجوج هادو اعتبروا أن البشرية، تاريخ ديال البشرية، هو نتاج، يعني نتيجة ديال واحد الصراع طبقي. هاد الطبقات كانوا جوج، كانت البرجوازية وكانت البروليتاريا في ذاك الوقت. فالفكرة ديال هاد الجوج هادو هما أنهم طالبوا بإسقاط النظام الرأسمالي، وبغاو يعوضوه بواحد النظام يكون اشتراكي ديال العمال، وكانوا بغاو يسميوه نظام اشتراكي للعمال. وهذا النظام هذا كان تحت القيادة ديال البروليتاريا اللي هم العمال بطبيعة الحال. المذهب الرابع والأخير كان هو الاشتراكية الليبرالية الكلاسيكية. هذه الليبرالية الكلاسيكية كانت بزعامة آدم سميث. هذا آدم سميث كان من الجهة ديال البرجوازية، كان كيدافع على المصالح ديال البرجوازية، وكان كيعتمد على التوجه الليبرالي. هذا التوجه الليبرالي كان قائم على واحد الأساس اللي هو حرية الاقتصاد، يعني أنك ممكن يكون عندك الفلوس، الملكية الفردية والملكية الخاصة، يعني أن فلوسك يبقاو ديالك ما يتدخل فيهم حتى شي واحد، يعني أنت ما شغلكش في الطبقة العمال، أنت من الطبقة البرجوازية فلوسك ما يتدخل فيهم حتى شي واحد. فكانت هذه هي التحولات الفكرية اللي عرفها العالم في القرن 19. في القرن 19 بنت واحد الحركة عمالية وواحد المجموعة من الهيئات النقابية. هذه الحركة العمالية وهذه الهيئات النقابية كانوا كيدافعوا بشكل كبير على العمال وعلى القساوة اللي كيعانيوا منها هاد العمال. فالعمال كانوا كيعانيوا بواحد الشكل كبير، كانوا كيخدموا 8 ديال السوايع بواحد الأجور زهيد. مثلا كتخدم انت 8 ديال السوايع تتاخذ 5 درهم مغربية، يعني نص دولار أمريكي، يعني حمار الطاحونة وصافي. فكانت هاد القساوة بهاد الشكل هذا، وهذا هو اللي خلى الوعي السياسي يرتفع. الناس ولات كتنخرط في النقابات بواحد الشكل كبير، كيزعموا ولاو تيزعموا على انخراط في النقابات اللي كتدافع على الحقوق ديالهم. دار واحد التأطير للعمال، وهاد الشيء كامل خرج بواحد النتيجة إيجابية للعمال، فراح حققوا عدة مكاسب بحال الاعتراف بحق الانتماء النقابي وحق الإضراب وتخفيض الساعات ديال العمل بطبيعة الحال وتحسين الأجور. فمن بعد هاد المفاوضات ما مشاوش بيديهم خاويين، بل حققوا عدة مكاسب اللي كانوا طامحين أنهم يحققوها. كخلاصة، هاد التحولات كلها اللي شهدها العالم الرأسمالي في هاد القرن هذا اللي هو القرن 19 كانت تأثيرات إيجابية. كانت تأثيرات إيجابية عززت واحد القوة ديال الاقتصاد، يعني الاقتصاد ولا قوي لجميع الدول الرأسمالية. ولكن كانت لها تأثيرات سلبية اللي كانت مرتبطة بذاك التنافس الإمبريالي اللي كان ما بين الدول الأوروبية، وهكذا غتندلع الحرب العالمية الأولى في 1914. هذا الدرس نخليه للحلقة الجاية. شكرا لكم على الاستماع ديالكم ليا، كنتمنى أنني نكون فتكم بشي معلومة وأنكم تكونوا فهمتوا الدرس من أول استماع ديالكم ليا. شكرا لكم بزاف، كنتمنى أنكم تبارتاجوا باش تعمل فائدة. إلى اللقاء.